السلام عليكم واهلا بيكم في عالم امان. النهارده هنعمل بريل عالي الجوده في تنظيف المواعين، استنلس بقى والمونيا، كل حاجه عندك عاوزه تنظفيها. هنحط اضافات عاليه الجوده جدا، هتنظف معاكي بكل سهوله، هتخلي لك الدنيا زي الفل. وتحدي احلى صابون سائل هنعمله مع بعض ونسمي بسم الله، ويلا بينا نبدا طريقه الصابون. قبل ما نعرف الطريقة عايزة أشكر كل حبايبي الجداد معايا في القناة، شكرا على التعليقات الحلوة، شكرا على أنكم شرفتوني في قناتي، شكرا لكم بجد يا حبايبي، بتشجعوني وبتفرحوني. شايفين الرغوة عاملة ازاي بتاعت الصابون؟ لسه هنشوفها عملي، وهنشوف ازاي عملنا الرغوة الحلوة دي وهنختبرها كمان. أنا بس بوريكم منظر الرغوة، شايفين الجمال ده؟ البريل بتاع النهاردة بجد تحفة جدا يا جماعة. تسميه بقى فيري، تسميه بريل، تسميه منظف، تسميه باور، لانه بينظف كل حاجة وبيخلي الدنيا زي الفل. بوتجازك، شفاتك، كل حاجة عايزة تعمليها، السيراميك، كل حاجة عايزة تنظفيها. حلو جدا، يبان شفاف انما هو لزج وجميل وتقيل وحلو قوي قوي. اكيد الصابون اللي بنشتريه ما بيكونش تقيل ولا مكلكع ولا مقلبز، لا، زي ما احنا شايفين كده قوام الصابون والبريل المظبوط، زي ما احنا شايفين كده الحلاوه. كميه موفره جدا، كفايه ان انت هتعمليها بحاجات من البيت. ما تنسينيش حبيبتي في اللايك والاشتراك، وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد من عالم امان. يلا نسمي الله ونبدا الطريقه. اول حاجه معايا معلقه من البطاس، اللي هو البطاش، اللي هو الكترون، ليه اسامي كتير قوي، اكتبوا الاسامي واكتبوا البلد اللي انتوا منها. كل فيديو بقول كده، معلش سامحوني، انا عايزه اجمع كل الاسامي بتاعه البطاس، لان بجد كتير بيسالوني عن الاسم في بلدهم وساعات ما ببقاش عارفاه. زي ما احنا شايفين كده حطينا معلقه البطاطس في نص كوبايه من الميه، وقلب كويس قوي واسيبه يبرد، ودي خطوه مهمه قوي. شرط اساسي لازم يبرد البطاطس، ما ينفعش تحطيه على الصابون كده علشان ما تشتكيش بعد كده من الريحه بتاعه الصابون ان هي مش لطيفه، او تشتكي كمان ان هو بيفصل معاكي، فخلي بالك ان انت تبردي الصابون. بعد كده هسيب بقى البطاطس يبرد براحته، وهحط لتر من الميه البارده عادي من الحنفيه مع معلقه من ملح الليمون بالشكل ده، وحطيت معلقه من الكربوناتو. بحب استخدم الكربوناتو جدا في الصابون السائل، لانه بيعادل البي اتش وبيخليش الصابون حامي على ايديا، واقدر استحمله واعمل بيه اي حاجه. زي ما احنا شايفين كده دوبت كل المكونات، احط معلقه كبيره من السكر، السكر بيعلي الرغوة وكمان بديل الجليسرين في الصابون. وقلب قلب قلب قلب، لازم نقلب كويس، اوعي تزهقي، قلب قلب. حطيت نص كوباية من النشا، الكوباية المعيارية دي نص كوباية بالظبط من النشا، بتمليها بتبقى نص كوباية من النشا، تمام كده. عندنا فيديو الكوبايات المعياريه دي وشرحها بالتفصيل، للي حابب يتفرج عليه يقول لي في التعليقات وانا اكتب له اللينك. هقلب كويس جدا جدا حبيبتي. لو لسه معايا اوعي تنسيني في اللايك والاشتراك، وتفعلي الجرس عشان يوصلك من عالم اماني كل فيديو جديد. دلوقتي انا حطيت البطاس اللي سبناه يبرد خالص لغايه ما تلج وكل الابخره الذره طلعت منه. اوعي تنسي تلبسي الجوانتي والكمامه وانت بتتعاملي لاول مره مع البطاطس، خصوصا اول مره، وكمان لو عندك حساسيه. باكد عليك يا حبيبتي عشان ما تضريش نفسك، ان شاء الله ما فيش ضرر ولا حاجه. ولو في طرطشه من البطاطس لا قدر الله، تقدري تشطفي ايدك بالخل مش بالميه، تمام كده. دلوقتي بعد ما حطيت البطاطس وبرد كويس جدا، سهل لي عمليه التصبن اللي انتوا شايفينها دلوقتي، وعمل لي احلى تكسبون واحلى سيليكات واحلى جل علشان اكمل بيه الصابون بتاعي. انا دلوقتي بزود الميه لترات بقى عدي، بصي يعني عايزه اقول لك هتعملي 5 لتر من ما فيش، زي ما احنا شايفين كده. في توفير اكتر من كده؟
ان شاء الله هيوفر معاكي وهيعجبك الصابون، وهتعملي لي لايك واحلى تعليق بيشجعني وبيفرحني في القناه. احط كوبايه من الصابون السائل بالشكل ده. صابون السائل هنا انا جايباه من بره عشان الماده الحافظه، عشان الصابون ما يبص معايا، لان انا عامله مكونات طبيعيه فطبعا مهم. هحط بقى لون بالشكل ده علشان يديني لون حلو للصابون، وقلب قلب قلب. اللون ده مش عاجبني، حاساه فاتح شويه، هغمقه بلون تاني. ده برتقاني وده برتقاني، بس سبحان الله ده خفيف وده تقيل، فده تقل ده. ويلا بينا نحط شويه ونشوف اللون القمر اللي احنا عملناه النهارده بتاع البريلي. زي ما احنا شايفين كده، قلب قلب قلب، مش هحط تاني. حطيت نقطه وما خدتش اللي في الكوبايه كله، يعني ما تحطيش اللون مره واحده، حطي نقطه وشوفي اللون اللي هيديهولك ايه. وبزود لسه الميه، وهفضل اكمل كده لغايه ما يبقى معايا 5 لتر من الصابون الشفاف البريل التحفه ده. وهنشوف دلوقتي، هنختبر ازاي عملنا الرغوه. اوعي تروحي في اي حته، كملي معايا لاخر الفيديو. الفيديو مفيد، بيبقى فيه معلومات حلوه، كلنا شاطرين وكلنا بنعمل كل حاجه، بس كل واحد بيبقى عنده برضو معلومه زياده اكيد. زي ما احنا شايفين كده، اتفرجي بقى على القوام ده، شوفي الجمال ده واللون العسل ده، ترك الاثر في الطبق عامل ازاي. جميل بجد، بفرح قوي قوي لما بعمل حاجه بحس ان هي هتوفر لحد او بتفيد حد، هتوفر لي انا نفسي وهتفيدني جدا. تعالي بقى نختبر الرغوه. شايفين التقل؟ الصابون مش خفيف يا جماعه، شايفين المنظر؟ الصابون ما بيدوبش في الميه زي ما احنا شايفين كده. يا سلام على الرغوه. حطي كوبايتين صابون سائل. انا حطيت كوبايه، انت تقدري تحطي كوبايتين، تقدري تحطي لتر كامل، يعني كيلو صابون زي ما تحبي خالص. اهو ده بيكتر ده وده بيتقل ده، وبيخلي بيعزز الرغوه جدا، وبيخلي النظافه عاليه جدا والجوده عاليه جدا. يعني لو عندك مشايه المطبخ عايزه تغسليها، اغسليها بوتاجازك، رخامتك، حوضك، مواعينك، الالمونيا اللي هتبقى زي القشطه، مفيش بعد كده كلام. شايفين بقى الجمال ده والرغوه والقمر ده؟ يستاهل لايك ولا ما يستاهلش؟ احلى لايك واشتراك من حبايبي، وشكرا على احلى كلام بتقولهولي في التعليقات، بجد بيشجعني وبيفرحني جدا جدا، وبيخليني عايزه اعمل احسن حاجه عشان افيدكم بيها وافيد نفسي واقدمها لكم. شايفيني الحلاوه دي؟ انا سايباكوا تشوفوا المنظر والجمال. بصوا، ولا كانك شاريه من اجدع محل ومن اجدع شركه. وخلي بالك، عايزه اقول لحبيبتي اللي بتسالني على البطاس، البطاس يا حبيبتي بيتحط في كل المنظفات. احسن شركه، مش يعني مش عايزه اقول اسامي، اكبر شركه انت متخيلها انها اكبر شركه، ربنا يرزق الجميع طبعا، مدخل في المنظفات بتاعته بطاس. اقري كده مكونات الصابونه اللي انت بتشتريها، صابون الوش فيه بطاس. وان شاء الله لينا ميعاد مع الصابون هنعمله مع بعض. سلام عليكم.